السلام عليكم، مرحبا بكم مرة واحدة أخرى في سلسلة كور دي زات بوان كوم. نتمنى تكونوا ملاح بصحة جيدة وبألف ألف خير. اليوم ما حنش نديرو درس وما حين نشرحو حتى درس، لكن حين نضربو طلة خفيفة على برنامج تاع الوحدة التعليمية الثانية اللي هي الجزائر ما بين سنة 1989 إلى غاية 1945. الدرس الأول راح نطاقو ليه هذا الدرس يكون خاص بشعبة الأدب والفلسفة وتسير الاقتصاد، واسمه من تبلور الوعي الوطني الى الثوره التحريريه. هاد الدرس راح نشوفوا كيفاش الفكر تاعنا ولا التخمام تحول ولا تبلور تشكل من عمل سياسي الى ثوره مسلحه، كيفاش انتقلنا من الهدره الى باش نطبقوا ونديروا ثوره مسلحه. ثانيا، وشنو هي الاحداث اللي صارت لنا اللي غيرت مجرى تاريخ الجزائر، من بينها ما جزيرة من يامال اللي صارت في 1945، القانون الخاص اللي صدرته فرنسا كرد فعل ل 8 يامال، واللي هذا القانون صدر في 1947، وشنو هي المواقف المختلفه اللي صارت منه. ثاني صارت لنا ازمه واسمها ازمه حركه انتصار الحريات الديمقراطيه، وشنو هي الاسباب تاعها وشنو هي النتائج وشنو هي الظروف اللي قامت فيها الثوره، وكيفاش شكلنا مجموعه 22، وهذيك مجموعه 22 انتقلت الى مجموعه 6، وشنو هي المواثيق الثوره اللي اندارت في هذيك اللي داروها مجموعه 6. الدرس الثاني واسمه العمل المسلح ورد فعل الاستعمار. هذا الدرس خاص بجميع الشعوب، راح ندرسوا في الاستراتيجيه اللي طبقتها الجزائر خلال تنفيذ الثوره، وشنو هي هجومات من بينها هجومات 20 اوت اللي صارت 1955، عام موراها درنا مؤتمر الصمام اللي تاني تندار في 20 اوت ولكن عام من بعد اللي صرا في 1956، شنو هي ردة فعل فرنسا والطرق اللي دارتها باش تكافح الثوره الجزائريه على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. اما الدرس الثالث اللي عندنا هو استعاده السياده الوطنيه وبناء الدولة الجزائرية، وشنو هي الأسباب الحقيقية اللي خلات فرنسا تقبل تتفاوض مع الجزائريين باش تقعد معهم في طاولة التفاوض، وشنو هي الظروف الحقيقية اللي كانت تسعى باش اللي قامت فيها الدولة، وشنو هي أهم المشاكل اللي واجهت الدولة باش تنشأ روحها، وشنو هي الخيارات الكبرى اللي كانت عندها والتطورات السياسية اللي صارت في مرحلة بناء الدولة الجزائرية من بين سنة 1956 إلى غاية 1989. أما الدرس الرابع، هذا الدرس خاص بليجيستيون ولي فيلو، واسمه تأثير الجزائر وإسهامها في حركات التحرر. كيفاش ساهمت الجزائر أعطت قيمة ولا عطات البصمة تاعها باش تساهم في حركات التحرر اللي صارت، وشرحت المجالات للعمل اللي راهي تمشي فيها الجزائر بعد ما دات الاستقلال تاعها، وشنو كان موقف واش دارت مع هيئة الأمم المتحدة، وعلاش راحت لحركة عدم الانحياز، وتانيت واش ساهمت الجزائر في حركات التحرر مثل القضية الفلسطينية، وتانيت ساعدت حركات التحرر اللي كانت في إفريقيا وفي العالم أجمع. بهذا نكونوا لحقنا للخر على الفيديو. هذا واش عندنا في الوحده التعليميه الثانيه، عندنا 4 دروس هما سهلين وخفاف وحلوين بزاف. نقول لكم نتلاقاو في الدرس الاول تاع الوحده التعليميه الاولى الثانيه ان شاء الله. الى هذاك الحين تهلاو في روحتكم بزاف، الى اللقاء، واحد موفق للجميع.